السلام عليكم ورحمة الله. نكمل شرح اللغة الإنجليزية الصف الأول الثانوي الترم الأول الوحدة الأولى الدرس الثالث والرابع. نبدأ بأهم الكلمات إن شاء الله. achieve يحقق أو ينجز, ancient قديم أو أثري, beautiful جميل, boring ممل, busy مشغول أو مزدحم, calm هادئ, ممكن نطلع من غير ال هو calm هادئ, crowded مزدحم, exotic غريب, modern حديث, new جديد, noisy مزعج, old قديم, peaceful هادئ أو مسالم. بعد كده quiet هادئ, relax يستريح, relaxing مريح, active نشيط. بعد كده نيجي لمجموعة السينينم مرادفات الكلمة والكمال تسويها. active dynamic نشيط, amazing fascinating مذهل أو رائع, ancient antique قديم, boring dull ممل, busy jammed مزدحم, calm quiet هادئ أو calm, relaxing comfortable مريح, fascinating charming ساحر أو رائع أو مذهل. بعد كده الـ antonyms الكلمة وعكسها والكلمة والمضاد لها. active نشيط, عكسها lazy idle كسول, relaxing مريح, عكسها worrying قلق, fascinating أي حاجة جميلة, خلاب جميل ساحر, عكسها boring ممل, busy مزدحم, free أو empty حر أو فارغ, boring ممل, exciting مثير, ancient قديم, new جديد, amazing مذهل, believable معقول. بعد كده عندي بعض التعبيرات زي make good use of يستغل, busy with مشغول بي, leave behind يترك خلفه أو يترك خلف, tired of متعب من, و over the moon وده تعبير بيدل على السعادة, over the moon سعيد جدا. بعد كده عندي بعض الملاحظات على زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر في الدرس الأول والثاني يتكون من was aware ذات فيرب أخر ing, الفعل طبعا في الأول was aware ذات فيرب أخر ing. عندنا قلنا ان احنا من كلمات تدل عليه وايل, وبيجي بعديها ماضي مستمر ثم ماضي بسيط, وين يجي بعديها على حسب بقى, يا وين كذا حاجه, يا وين بيجي بعديها ماضي بسيط ماضي مستمر, و ديرينج بمعنى اثناء ياتي بعدها الاسم. فعندي هنا وايل بياتي بعدها فيرب اخره اي ان جي في حاله عدم وجود فعل, وايل ياتي بعدها فيرب اخره اي ان جي في حاله عدم وجود فعل, زي ما اقول وايل بلاينج هي فيل داون, بينما هو كان يلعب هو سقط, يبقى while playing أو هو سقط أثناء اللعب. هنا while حطيت بعدها الفعل اللي هو play أخره ing لأن هنا ما فيش فعل. when برضو يأتي بعدها verb أخره ing في حالة عدم وجود فعل. when arriving عند الوصول I had a shower استحميت أو خدت دش. when arriving حطيت لها ing عشان ما فيش فعل, I had a shower خدت دش. daring بمعنى أثناء أو يأتي بعدها اسم, زي ما قول daring stay in أسوان أثناء الإقامة في أسوان, I visited many places أنا زرت أماكن كثيرة, my stay يعني الإقامة دي اسم جاي بعد daring. بعد كده عندي when ويجي بعدها ماضي بسيط بتساوي on ذات فيرب أخر ing في الحالة ديت on معناها عندما أو عند, when بيأتي بعدها ماضي بسيط, on يأتي بعدها فيرب أخر ing زي ما أقول on seeing the police عند رؤية الشرطة, the thief ran away جري الحرامي أو جري اللص, on جاي بعدها فيرب أخر ing اللي هو seeing عند الرؤية وعندما رأى. لما لو الكلمة دي استخدمت فيها when فأقول when the thief saw the police لما اللص شاهد الشرطة, he ran away جري بعيدا. من ضمن الحاجات المهمة في الدرس أنا عندي التعبيرات it's time, it better, I wish, suppose, كل دول لو جيبهم في أول الجملة بجيب بعديهم فعل ثم الفعل في التصريف الثاني. زي ما أقول it's time I had traveled, ألاحظ it's time I فاعل, I فاعل بعد كده had التصريف الثاني من have.
It's a time I had traveled abroad 2 years ago. ممكن استخدم بعد time to على طول وهتبقى it's time to يعني بعدها مصدر الفعل. I'd rather يجي بعدها مصدر الفعل طبعا من غير to. I wish انا اتمنى وبعد كده to بعد الفعل في المصدر. يبقى it's time to فعل في المصدر. I wish to فعل في المصدر. I'd rather فعل في المصدر. زي ما اقول it's time to travel abroad. هنا it's time to وبعد كده فعل في المصدر travel. I wish to attend the party. انه انا اتمنى الحضور الى الحفلة. الاحظ هنا I wish to جاي بعدها فعل في المصدر attend. While يأتي بعدها حرف جر ثم جملة في زمن الماضي. While يأتي بعدها حرف جر ثم جملة في زمن الماضي. برضه هتبقى بمعناها اثناء او لما او عندما. While on holiday اثناء الاجازة. I had a great time يعني استمتعت بوقت عظيم. تاني while لو جه بعديها حرف جر بجيب بعديها جملة في زمن الماضي. While on holiday أثناء الأجازة I had a great time تمتعت كثيرا أو حصلت على وقت رائع. إن شاء الله في أسئلة على الدرس في بنك أسئلة أولى ثانوي على القناة. شكرا وسلام عليكم.